بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخي الكرام مرة أخرى في درس جديد. النهاردة نتكلم عن صلاحيات القراءة في ايدنا. الموضوع بكل بساطة إن إحنا نستخدم Third Party Module عشان ننشئ ملف جديد نحط فيه بيانات الاتصال بتاعتي. على سبيل المثال بيانات الاتصال بقاعدة البيانات وبيانات الاتصال بالبورت والهوست الخاص بي. فبالتالي انا هنا محتاج ان انا اعمل ملف جديد عندي اسميه .env. .env هي معرف للانفايرمنت الخاصة باي مشروع لبيانات الاتصال، سواء كان بيانات عامة او بيانات خاصة بال SMTP او بيانات خاصة بالاتصال بقاعدة البيانات او بيانات البورت زي ما احنا متفقين وعارفين ده في كل مشاريعنا. فبالتالي انا هنا محتاج ان انا اروح على دينو جوه الثيرد بارتي موديول، ابدا ادور على موديول اسمه دوت ام. خلينا نيجي هنا دوت ام، لاحظ هيطلع عندي اكتر من موديول. في عندي موديول هنا اسمه دوت ام، ده من خلاله هبدا استخدمه لانشاء ملف دوت ام ووضع كل المعلومات اللي انا عايزها جوه مشروعي من خلال المكتبه .env. فبالتالي انا بكل بساطة هروح اعمل import للمكتبة بتاعتي فوق، بحيث ان انا اشغل class config وابدأ على طول في استخدام class config. فبالتالي انا هروح انشئ ملف جديد هسميه .env، ممكن اجي جواه اقول port وعرف البورت بتاعي هيكون مثلا 80 اللي موجود عندي هنا. كمان بالتالي ان انا هبدأ استخدم الداتا اللي جوه الكونفج بتاعي، فهاجي هنا هعمل كونست جديد هسميه env وهقول عليه ان انا هنادي الكونفج كلاس الخاص بي، بحيث ان انا اجي هنا على طول اقول له env.port. خلينا نتاكد بس من هنا من السبيلنج، انا عندي البورت موجود هنا هبدا استخدمه على طول. اذا هقفل السيرفر واشغله مره تانية ونشوف صلاحيه قراءه الملفات عندي هتبقى عاملة ازاي. لاحظ اول حاجة قام بتحميل المكتبة اللي هي .env وقال لي هنا ان انا عندي في مشكلتين. المشكلة الاولى هي عملية القراءة لنوع القيمة اللي جايالي هي جاية string، فمحتاج ان انا اخليها من نوع integer. فبالتالي انا ممكن من خلال ان انا اجي هنا اقول plus عشان يعرف لي نوع القيمة اللي موجودة هنا numeric value او integer value. دي حاجة. خلينا نشوف الحاجة التانية، عملية الكومبايلينج. لاحظ هنا قال ان هو محتاج صلاحية جديدة permission denied read access to الملف بتاعي، فمحتاج ياخد صلاحية الريد. في الدينو هو سكيور جدا مع قراءة الملفات وبيشتغل فقط بحسب الصلاحيات اللي انت بتديها له. فبالتالي انا هاجي احط الامر بتاعي --allow read وهبدأ اشغل المشروع. قال السيرفر is running. فبالتالي لو رحت على المشروع بتاعي هيشتغل بكل بساطة وبدون اي مشاكل. لاحظ welcome to main page، ولو جيت حطيت اي معلومات اضافية هيشتغل معايا بكل بساطة. لو قلت user هيشتغل معايا، الID مثلا 1، النيم تيست هيشتغل معايا. اذا كده اصبحت عندنا خاصية ان انا اعمل ملف جديد سميته .env. ممكن بقى ابدا ازود معلومات الداتابيز. لو جيت قلت مثلا داتابيز نيم وخليتها مثلا في string value وقلت مثلا جواها يكون whatever، هقول مثلا test db okay. و db مثلا user، خلينا نقول user، طبعا انا عامله capital انت ممكن تعمله small عادي مش مشكله، فهقول مثلا test و db password، هقول password، هقول مثلا root على سبيل المثال. لو جينا طبعنا الenv constant console.log sorry ونشوف المعلومات اللي جواه، هنلاقي ان انا اي معلومات بزودها جوه الملف هتطبع عندي جوه الconfig class واقدر استخدمها في اي مكان، وهتيجي المعلومات عندي على هيئة Object زي ما احنا شايفين كده. شكرا، اشوفكم في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.